بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتعرف في هذا الدرس الثاني من دروس إنفينتر 2016 على خواص الموديفاي. كما تلاحظون في الربن أعلى لدينا 9 أوامر ابتداء من الموف وحتى الأوفسيت. نتعرف على الأمر الأول موف. نحاول أن نرسم ريكتانجلر بهذا الشكل، سكيب، ثم نضغط على موف، نختار هذا الشكل الهندسي، نظلله، ثم نذهب إلى بيس بوينت، نحدد البيس بوينت لتكون في هذه النقطة. تلاحظون أنه ممكن أن نحرك هذا الشكل الهندسي، هذا المستطيل على سبيل المثال إلى هذه، ثم نضغط دن. كوبي. الأمر الآخر هو كوبي، نضغط كوبي، ثم نضغط نحدد أيضا الشكل الهندسي، ثم نضغط بيس بوينت، نحدد هذه الماوس بوينت. ممكن أن نعمل أكثر من كوبي، ثم نضغط دن. ممكن أن نغير اللون إلى اللون الأحمر على سبيل المثال. نأخذ هذا الريكتانجل ونعمل الأمر روتيت. الأمر روتيت نضغط أيضا نحدد، ثم نختار سنتر بوينت. نختار سنتر بوينت، هنا تلاحظون أن الأنجل الموجودة، نختار هذه النقطة، تظهر لنا قائمة من الأوتو ديسك انفينتر بروفيشنال بخصوص هذا الشكل الهندسي. نضغط يس، نحدد يس. تلاحظون انه عملنا روتيت لهذا الشكل الهندسي. ممكن ان نعمله بزاوية، الان الديجري هي 0، ممكن ان يكون 90، ممكن ان يكون 180، ممكن ان يكون يعود الى 270، وهكذا. لو كان بهذا الشكل 152 او 90، اضغط دن. ترم. لغرض تطبيق هذا الامر، لو نرسم على سبيل المثال مستطيل بهذا الشكل، نرسم دائرة بهذا الشكل، نرسم دائرة اخرى صغيرة هنا، ونضغط على ترم. تلاحظون انه هذا الامر ايضا ظهر لكم الانفورميشن لهذه الامر. تلاحظون بعد ما نضغط ترم، اضغط على هذا الجزء، هذا الجزء اللي يتقاطع ما بين هذا المستقيم وهذا المستقيم، شوف كله راح يتظلل من هنا، ايضا يتقاطع مع هذا المستقيم، راح يسوي له ترم. لو اضغط هنا على هذا المستقيم اسوي له ترم، اضغط على هذا المستقيم، على هذا الخط، على هذا الخط، على هذه الدائرة، على هذا الجزء من هذه الدائرة، ممكن ترم بهذا الجزء، ترم بهذا الجزء، ترم، وهكذا. هذه هو الأمر ترم. عندنا اكستنت. الاكستنت مثل ما تلاحظون في هذا الشكل، لو رسمنا مستطيل، أحاول أن أغير اللون إلى اليلو، مستقيم على سبيل المثال بهذا الشكل، وأضغط على اكستند، أحاول أضغط هنا، شوف راح يوصل إلى هذا الجزء الآخر، يوصل بالمستقيم الآخر، راح يوصل المستقيم الآخر. لو رسمت هنا مستطيل، مستقيم آخر، أحاول أن أنقي هذا، أرسم مستقيم بهذا الشكل، اكستند، تلاحظون إنه هذه هي خاصية اكستند. أما خاصية سبلت، أرسم دائرة وأرسم داخلها خط مستقيم، هذه الدائرة، أحاول أن أغير من الفورمات أيضا اللون على سبيل المثال هذا اللون، وأرسم هنا المستقيم، وأضغط على سبلت، أضغط على هذا، تلاحظون إنه يتكون عندي
او تنفذت عندي خاصيه السبلت. وتلاحظون هذه الاشاره موجوده في الكونسترين، هذه الاشاره موجوده في الكونسترين، لاحظوها هوريزونتال كونسترين. سكيل، امر سكيل ايضا اقدر انفذه، ارسم مثلا مستطيل بهذه الابعاد، ثم اضغط سكيل احدد هذا المستطيل، دائما احدد سكيل، ثم اجي الى الفيس بوينت احدد هذه على سبيل المثال الفيس بوينت، راح اشوف انه المستطيل راح يكبر، احاول ان اصغره لانه هذه السكيل فاكتور راح يكون جدا كبير. سكيل انطي ابلاي هنا لانه السكيل جدا كبير، فراح احاول ان الغي، ارسم سكيل اخر نوع، راح الغي ارسم نيو سكتش احدد اكس واي بلين وارسم هذا المستطيل على سبيل المثال، هذا المستطيل ابعاده صغيره جدا، سكيل احدد المستطيل ثم احدد الفيس بوينت لتكون هذه يس. تلاحظون انه يمكن ان من خلال تلاحظون تنتبهون على السكيل فاكتور جاي تتغير 0.12 الى اخره، لذلك حاولت دان غيرت السكيل لهذا الجيومتري المستطيل. اد ستريتش ارسم مستطيل ايضا بهذا الشكل، اضغط على ستريتش احاول ان احدد هذا الخط وهذا الخط، ثم اضغط على الفيس بوينت احدد هذه النقطة وتظهر لي ايضا هذه القائمة، امطي يس. تلاحظون انه حاولت ان تطبق امر ستريتش، اضغط هنا دان، تغيرت عندي هذا الشكل الهندسي الى شكل اخر. اخر خاصية هي الاوفسيت، كما تلاحظون في هذا الشكل انه لو رسمت دائرة غيرت الى اللون الاحمر واضغط على اوفسيت، اضغط على هذا الشكل وتلاحظون انه يمكن ان اسوي اوفسيت للداخل او اسوي اوفسيت للخارج، ممكن ان ارسم ارك، ممكن ان ارسم ارك او اطبق الفلت، اكبرها الى 5 على سبيل المثال، او من ممكن ان اغيرها الى 6، هذه 6، ممكن اسوي اوفسيت بهذا الشكل، تلاحظون انه هذا للداخل وهذا على الداخل وهذا للخارج، هذه خاصية الاوفسيت. وممكن ايضا اذهب الى الدايمنشن اغير من الابعاد، مثلا تكون 55 في المكان، تلاحظون انه هاي المسافة تغيرت الى 55. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم في الموديفاي، تعرفنا على المو والكوبي والروتيت والتريم واكستند وسبلت سبلايت سكيل ستريتش واوفسيت. نتمنى قد استفدتم من هذه المحاضرة بخصوص موديفاي انفينتر 2016، ولنا دروس لاحقة إن شاء الله. تحياتي إليكم، مع عبد المجيد إبراهيم، 26/12/2015، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.